هذه الشابة الأمريكية تعمل 4 ساعات فقط يومياً وتجني مليوني دولار سنوياً. كيف تفعل ذلك؟ Hi there. I'm Kat Norton. كات نورتن صاحبة 29 عاماً حولت خبرتها في مايكروسوفت إكسل إلى مقاطع تعليمية على تيك توك لتلقى رواجاً واسعاً، ثم بدأت بعمل دورات تدريبية على الإنترنت، ووجدت بعد فترة أن أرباحها من المقاطع التعليمية تفوق بكثير راتبها الوظيفي. استقالت وأكملت مشوارها حتى أصبحت من رائدات الأعمال البارزات، حتى أنها حققت مبيعات من دوراتها بقيمة 100,000 دولار في يوم واحد فقط. العام الجاري أسست نورتن شركة ميس إكسل، والتي تجني أكثر من 2,000,000 دولار سنوياً، ونصحت الشباب المترددين بالانطلاق نحو عملهم الخاص بخطوات جدية ومتواصلة رافعة شعار: لن تشعر بمتعة العمل في مشروعك الخاص حتى تتذوق طعم النجاح.